يعني كيفاش شوتك التجربة تاع الإرهاب في مقهى أرجانا في مراكش؟ وهي بصراحة هو الخبر كان صادم. الأب ديالي كان مشى غير سائح بمدينة مراكش، وكنا كنتظروا العودة ديالو حتى كنسمعوا الخبر ديال الوفاة، والخبر كان شوية قاصح، هو عملية إرهابية، شي غريب علينا حنا كمغاربة، غريب علينا كمسلمين، دونك كانت صدمة في ديك اللحظة، كان خبر صعيب. هادشي كيفاش عايشوا مع هذا الخبر من بعد انتم كعائلة كأسرة؟ اش نقولوا، هي كنشكروا صاحب الجلالة على التضامن ديالو، على المساندة اللي كان عطاها لنا واللي باقي كيعطيها لنا لحد الساعة، وكنشكروا المجتمع المغربي كافة، وكنشكروا عامل عمالة مقاطعة سيد البرنوسي اللي كنتمي ليها على المساعدات وجميع المساندة اللي كان عطانا. وكنقولوا بأن الشعب المغربي الحمد لله هو شعب موحد، فيما تبغيو تهرسونا حنا كنتحدوا. واش اللي نقول؟ إذا الوالد كان مسكن الدار البيضاء ومشى لمراكش غير باش يقضي أيام تلقى مسكين راسو واحد من ضحايا تاع هذه العملية الإرهابية. هذا الشيء اللي كاين، هو كان مشى كسائح، كان مشى بغا يدير 3 أيام في مدينة تيزنيت و3 أيام في مدينة مراكش، والنهار الأخير قطع التيكي ديال الروتور كانت مع الجوج، ومشى لقهوة أرجانا باش يحتسي القهوة ديالو. بما وصلت الساعة مشى غير بوحدو، وهو بوحدو من طرف الأسرة باش مشى يشوف الأصدقاء ديالو، مشى حيا صلة الرحم، هو كان أستاذ اللغة العربية، وكان أول تعيين ديالو كان في مدينة تيزنيت، وكانوا بعض الأصدقاء ديالو باقيين تما، وديك الساعة كانوا عرضوا عليه مشى لبى الدعوة ديالهم. هادشي